جيل زد، هاي المعضلة. يعني أنا أولادي تقريباً من جيل زد، أو على الأقل ابني من جيل زد، فعلاً يعني هذا جيل مثير للاهتمام، وعلى ما يبدو يعني هو رح يحكمنا بوقت من الأوقات. شو بنعرف عنه؟ كيف نقدر نتعامل معه؟ خلينا نرحب بكل مشاهدي صباح العربية، سواء كانوا جيل زد أو الأجيال السابقة أو الأجيال الأسبق، ولكن جيل زي، جيل جوجل وسيري وألكسا، والذين يعني تأتيهم الإجابات في أقل من الثانية، جيل التكنولوجيا وجيل الديجيتال، الجيل اللي دخل علينا أو هو واجه جائحة الكورونا وهو في أواخر أعوامه الجامعية، عندما انتقلت المحاضرات وقاعات التدريس إلى الأونلاين، وبقوا جايين لنا دلوقتي إلى أماكن العمل بمايند سيت مختلفة. وعلى حسب جميع الدراسات والإحصائيات، فبحلول سنة 2030 جيل زي سوف يمثل أكثر من 35% من القوى العاملة. علشان أقدر أتعامل مع جيل زي، لابد من أن أنا أرفع حالة الوعي وأكون فاهمة جداً أن أنا أتعامل مع جيل مختلف، جيل يمتلك إلى مهارات التواصل ولكن بصورة مختلفة. إحنا رويات بنكتب، هم بيبعتوا أوديو، الأوديو بالنسبة لهم أسرع، هم بيبعتوا إيموجي. ياريت حتى أوديو أو بيكتبوا بيبعتوا يعني أحرف مختصرة، وأنا لازم أقعد أحلل اللي هو شو بيقولوا إيه.